نقدرش نقعد في الشوارع. كل شيء مالي. خلي تطلع. مالي. مع القادة الأمنية جميعا بالمحافظة. من قادة العمليات إلى قيادات الشرطة إلى المجلس المحافظة. ودخلنا بنفس الوقت مع نقاش مع عدد من النواب مجلس النواب والكل يوعد ولكن بدون نتيجة. وآخرها اللقاء اللي تم في القرية وحضر آمر اللواء ومدير الناحية أبو صيدا الأستاذ حافظ وأنطع عهود أن هذه الأمور ما تتكرر على أهل القرية، لأن أهل القرية ناس بسطاء، ناس فقراء، ناس ما عندهم مشاكل. وبعد 3 أيام دخلت إحدى السيارات بمجاميع مسلحة إلى داخل القرية وقامت باغتيال 3 أشخاص في محل عملهم، صاحب المحل ووالده وأحد المتسوقين. وهذه الحالات ما تتوقف، فعليه قرر أهالي القرية أنه قرروا يرتحلون، لأن الخطة تبين من 2012 هو عملية ترحيل القرية قسرا، وذلك مثل ما ذكرنا من خلال اغتيالات وخلال الخطف وخلال قصف القرية بصورة متعددة بقذائف الهاون والصواريخ. نرجو تدخل وسائل الإعلام لإيجاد حل لمشكلتنا والسماح لأهالي القرية بالخروج منها وتركها إلى المجهول. وشكرا.